القبض على الجاسوس عرام في المهندسين، شبكة جاسوسية يديرها عدو الوطن. يا لهوي، هو عرام بيه جاسوس كبير قوي للدرجة دي؟ طلع جاسوس يا ستي، ودي دي مكافأتك. بس الأول تجيبي لي الميداليه اللي سرقتيها من عند الراجل في البيت. انا يا باشا ان شاء الله امتص في نظري، ان شاء الله هتتقطع ايديا الاثنين دول. انا ما مديت ايدي على حاجه في البيت. وزه، انا مش عايز اسمع الكلام ده. دي قضيه امن دوله وزه، مش لعب عيال. يعني لو واحده غيرك اللي عملت اللي حصل ده كان زمان ما حدش يعرف عنها حاجه. لولا ان انت بنت جدعه ومركزه معايا وعجباني ما كنتش اتكلمت في الموضوع بيني وبينك. عايز الميداليه تكون عندي في ظرف ساعه. يا باشا اللي تأمر بيه. وبعد ما تجيبي لي الميداليه تختفي شويه من المهندسين لغايه اما القضيه تهدى كده والامور تتنسي. حاضر يا بيه. امشي انا ولا استنى؟ ما تاخريش عليا. مش هتاخر. سلام. يا قلب امك يا خوخه، يعني يا بنت بتحبيه بجد؟ وايه الغريب في كده يعني؟ معرفش،
انا قلت يعني تكوني بتتسلي بتضيعي وقت معاه اهو. انا برضك افتكرت كده. وانا كنت في الاول بتسلى بصراحه، بقى ما اعرفش ايه اللي حصل اتشدت له كده، بقيت عايزه اشوفه كل يوم. انت فعلا بتشوفيه كل يوم؟ لا بس انا خايفه، ده مش اي واد وخلاص، ده شيخ بيعلم دين، يعني لو عرف انا عملت ايه قبل كده هيرجمني. الصراحه هو لازم يرجمك بعد اللي عملتيه مع العيل الصغير. والله يا خوخه انا ما افتكرتكيش كده خالص، عندك جبروت بقى تلفي على العيل وفي نفس الوقت تروحي توقعي شيخ. انت بتبقى انا مش ناقصاك، وانا فيا اللي مكفيني، وبعدين كل ما اقول مش رايحه له اتدب واروح له برضه. طب ما خلاص ما تسيبيه، عليكي ايه يعني من وجع القلب ده؟ مش عارفه يا توح. الهم اللي احنا فيه ده يا رب، كل واحده فينا يا اختي عندها هم ما يتلم. بقول لكم يا عيال، ما تيجوا نسافر اسكندريه. نسافر اسكندريه النيل ايه مهبوله انت؟ على اني ما بتكلم جد، نروح نروق لنا كده يومين ونستريح من الهم اللي احنا شايلين. انت يا اختي ما بتشتغليش، والبيت دي كمان تبعد عن الواد اللي طاين عليها عيشتها. انا عمري ما رحت اسكندريه. يبقى فاتك كتير اتنيلي، اسكندريه دي جنه، عروسه البحر بصحيح. تعالوا نروح نغير جو ونروح نفرتش كده على نفسنا، ايه رايكم؟ ماشي انا موافقه، ليه لا؟ نروح ايه بالقطر ولا ايه؟ قطر ايه؟ سيبوا المروحه عليا. يلا هنروح امتى؟ يلا نروح زي ما انتوا عايزين اي وقت. يا ابني مش كنت بتقولي مبسوط والحياه ماشيه زي الفل؟ بس اتخنقت يا اخي. اه في شغل كل يوم، بس قرفت اللي بيفاصلني في نص جنيه وجنيه ويرجع لي الشريط بايظ ويستنصح عليا ويقول لي انا واخده كده، شغل عيال بقى واللي جاي على قد اللي رايح. انا مش متعود على كده، انا متعود اصرف. انت هتقولي فاكر يلا فاكر لما كنت اقول لك نحط فلوسك على فلوسي وانصب عليك ونصرفهم كلهم مع بعض؟ اه يا ابن اللذينه، كنت بتنزل بربع جنيه وانا انزل باتنين جنيه على الاقل، وتنصب عليا وتقول لي تعالى احط فلوسي على فلوسك ونقسمهم سوا نصاب. انت انا مش عارف انت طلعت ظابط ازاي. والله يا ابني كانت احلى ايام، ما كناش شايلين هم حاجه. احلى فلوس اللي كنت بطلبه من ابويا كنت باخده، الله يرحمك يابا. مش الذل اللي انا عايش فيه دلوقتي؟ انا مش قادر افهم. طيب يا ابني ما تتصرف في العماره بتاعتكم، انا مش فاهم. هتصرف ازاي يعني؟ الاسم عندنا عماره في المهندسين، وفي الاخر بتجيب لنا يعني اخر الشهر 300 جنيه بذمتك مش حرام؟ وانت حد قال لك تأجرها؟ والله انا بفكر بقى ايه اغير موضوع شرايط الفيديو ده واعمله محل ملابس. اي نعم مفيش سيوله اليومين دول، بس ربك بيفرجها. لا بس حالي موضوع الملابس ده. اه ويا سلام بقى لو الملابس تبقى حريمي عشان ابيع وادلع نفسي. رخيص طول عمرك هتفضل رخيص، هي النجاسه اللي في دمك دي هي اللي جايبه لك الفقر عشان تبقى عارف. يعني هو الشرايط ما كانتش جايبه الفقر؟ واي حاجه الواحد يسند بيها الليله المايله دي هنعمل ايه؟ الشاي مسعد. الشاي بتاعهم فيه مشكله. نشوف كارف اخر ولا ايه؟ بس مسعد اخر ما زمنه القرطاس برضه. انا رايي تحبسه. ده انتوا والله مجانين، اسكندريه فجاه كده. احلى حاجه في الدنيا يا عم عظيمه الحاجات اللي بتيجي فجاه. بس يا بنات ده احنا داخلين على نص الليل. مش مهم، المهم ان احنا نروح هناك نتفسح ونشم هوا نظيف ونشوف البحر ونغير جو. تصدق بقى يا عم عظيمة، البت خوخة أول مرة تروح اسكندرية ما راحتش خالص. عمرك ما صيفت في اسكندرية؟ أصل احنا ما عندناش مصيف في البلد، لما بحب أنزل المية بنزل الترعة، حتى لما كبرت ما بقتش عتبها. ترعة؟ لا انسى الكلام ده بقى، وشوف اسكندرية مارية، ده ما فيش واحد عربي وديته هناك إلا لما رجع وقال لي فيها أشعار. إلا صحيح، أنتوا ناويين تقعدوا فين هناك؟ مش عارفين لسه هندور. خلاص سيبوا المسألة دي عليا، هوديكوا حتة كويسة وسعرها حنين. صدق اللي سماك عظيمة يا عم عظيمة، يا راجل يا عظيمة. الله يخليك يا وزة. والطريق ياخد قد إيه يا عم عظيمة؟ يعني يا دوب كده ساعتين ونص، وممكن تستريحوا في أي كافيتيريا في الطريق تاكلوا كل لقمة ولا حاجة يعني. أو النبي يا عم عظيمة، عايزه اجيبه النبي يا اخويا مشبك وحب العزيز وحمص، ده انا هموت على المشبك. هو انتوا كل همكم على بطنكم؟
الراجل بيقول لكم اسكندريه حلوه وفيها مطار حلوه. البحر يا بنت، البحر البحر. فكرتني بهبه بنت وهي صغيره، كانت اول ما تشوف البوابات تقلع هدومها وهي لابسه المايوه تحت الهدوم عشان تنزل البحر. مايوه ايه بقى يا عم عظيمه؟ ده احنا كبرنا، لو كنا صغيرين يا اخويا كنت لبست المايوه، كبرنا خلاص يا اخويا. انا بقى كنت بنزل بالجلابيه ولا يهمني، بس جلابيه حلوه كده فرحه. عطلونا بقى وقعدوا بقى اتكلموا في الجلابيه والترع والكلام الفارغ، ما تضيعوش علينا حلاوه السفريه بقى. يلا بقى يا عم عظيمه سيبك منهم، يلا اتكل على الله كده وامشي بسم الله. توكلنا على الله. يلا يا ابو. اه يا ليش يا حبيبتي؟ تعيشي وتفتكري يا حبيبة قلبي. الدوام لله يا فانيلا. بقول لك ايه، خدي الفلوس دي عشان تحاسبي المقرئ وبتاع الزرع. حاضر. يا المدة صعبة قوي يا فانيلا، انا بخاف منه قوي. يا ابلة كلنا هنموت. لا بس صعب لما تتعبي قوي في حياتك وتعملي حاجات حلوة كتير وناس عزاز عليكي يتخطفوا منك ويبقى عندك امل انك تعيشي ويجي الموت ياخد كل حاجه. انا بخاف قوي من الموت ومن المرض يا فانيلا. انا كمان يا ابله خايفه امي تتكل قوي. يا رب يا رب طول في عمري يا رب. حطي شعرك يا بت، احنا في حضره اموات. حاضر يا ابله. صح عليا. حاضر. ضربه. ازيك يا بدور؟ طب على الاقل ردي السلام، ده احنا في حضره امنا الله يرحمها، وانت عارفه ياما حاولت انها تصل الرحم. اوصل الرحم مع ناس محترمه، مش ناس شوهت سمعت عيله بحالها وام ماتت بحسرتها عليها واذت اقرب الناس اليها. ما اعتقدش دي حاجه لنا ولا انت نقدر نحسبها، دي حاجه بيد ربنا وبس. ما كنتش اعرف ان بقيتي مؤمنه يا شيخه سرور. اللي يشوف كده يقول عليك بتربي اجيال صالحه مش شغاله. الله ينور. ما بلاش الكلام ده، ده احنا في حضره اموات. ما تيجي يا بدور تعالي نلم الشمل تاني. الشمل عقده فرط. عايزه تلم الشمل تاني لما تتوب بتوبه نصوحه وتدعي لربنا كده ان يتوب عليك. ايماني ده بقى بيني وبين ربنا، انتي مالكيش فيه، هو ربنا اللي حاسبني وبس، ودي حاجه تخصني انا. وانا كمان اللي يخصني سمعتي وسمعه ولادي وسمعتنا كلنا. وارجوكي لو شفتيني في اي مكان ولو بالصدفه ما سلميش علينا عشان ما تشبهناش، وربنا يتوب عليكي بقى. والنبي ما تزعلي نفسك، بكره تهدى وتعرف قيمتك كويس. انت ايه وليله ايه انت الاخرى؟ انت صدقتي نفسك يا بت؟ هي عندها حق، كل اللي يقرب مني بيتشبه، وكل ده بسبب شغلتي الزفت دي. انا قصدي يعني يا ابله. لا قصدك ولا قصدي. اكتمي اقري الفاتحه يا بت. والنبي قريتي يا ابله؟ اقريها كمان يا روح امك. حاضر. اقري يا بت. ما انا بقرا اهو يا ابله. ده كبير قد الدنيا كلها. يا سلام لو الواحدة كده تصحى من النوم الصبح تفضل قاعدة قدام البحر وما تقومش. بس برضه شكله بيخوف يا توح، تحسي كده انك لو نزلتي هتغرقي. هو البحر بس اللي شكله بيخوف ولا بيغرق؟
ما الدنيا كمان بتخوف وممكن تغرقي فيها. لا يا اختي، الدنيا ما بتخوفش غير اللي بيخاف منها، لكن اللي بيضيع في وشها بتعمل له حساب. ويا ويلك بقى لو غضبت عليكي. ماما بس تكوني بتعرفي تعومي. يا اختي بعرف اعوم وكمان بعرف الاعلط في الميه، والمصحف ده انا عامله زي البلطجي السعيدي. قومي يا بنت منك، لا هوريكوا بقى العوم اللي على اصلي. قوموا يا بنت هتغرقي ومش هعرف اجيب. قومي يلا سيبي. والله يا بنت انت طول عمرك نوره، تعرفي الاماكن دي منين؟ من الناس اللي بشتغل عندهم، حكيم انا باجي معاهم دايما لما بيبقوا مسافرين، ياكلوا ويشربوا وينزلوا البحر. يا لهوي انت بتسافري معاهم؟ ايوه بنزل البحر كمان. بس المكان هناك حلو قوي. مساء الخير. مساء النور يا اخوي. اول مره تشرفونا النهارده؟ اول مره نشرفكوا. ده ايه؟ ليه يعني مش باين علينا هوانم ولا ايه؟ ده احنا حاجزين في اي بي. تحت امرك يا فندم، تحب اجيب لكم حاجه تشربوها؟ اكيد يعني عايزين نشرب حاجه. هنشرب ايه يعني هنا؟ هو شاي بلبن؟ خمره يعني؟ مش عندكم خمره هنا؟ هات لنا يا اخويا كده وظبطنا وانا هشوفك اخر الليل. شربتني النهارده؟ مع السلامه يا اخويا. ولا عامل زي البنت المستحيه كده. عارفه يا بنت انت، تعالي هنا وانت هتشربينا خمره. خمره ايه دي؟ بيره. خلاص بقى البيره مش مشكله. خلاص مش مشكله، بس انا جعانه. وانا كمان، بس معيش فلوس. انا فلوسي خلصت. تاكلوا ليش؟ النبي ثابت. هو يعني ايه؟ شايف انت الهدف اللي دول؟ هو شايفهم. حكايه ده حاجه ايه؟ عجميه. طب ايه يا بنت؟ لا تعالى تعالى معايا. اقعد يا صاحبي كده. زعلان منكم قوي، واقف بقالي ثلاث ساعات مستني. مين ده؟ والختمة الشريفة ما أعرف. تخيلي بعد الثلاث ساعات رجلي ورمت بقت قد كده، والغلبان اللي جنبي دوت ظهره فضل يطقطق عليه. يا إيه يا أخويا؟ يطقطق عليه. يا عين أمك يا أخويا، أجيب لك حد يكبسه لك؟ يا ريت. اسمكوا إيه بقى؟ أنا فرانكي. وأنا مودي. طحا، مين دول؟ نيلي والشريان. أنا بقى خدمة 24 ساعة معاكوا في أي حتة وفي أي مكان وفي أي حاجة. تمرجي في مستشفى عام. رامي جبتته على الآخر. طب بقول لك إيه يا أخوي؟ ما تطلبوا لنا حاجة كده هو تاني عشان يبقى عيش وملح. اللي أنت عايزاه أموري وأنا نفس. أنا عايزة كفتة. وأنا طرب والنبي. وأنا ريش. نص كيلو ها؟ ليل واحدة. ريش. وطماطم مخللة. كمان. وطاجي. وبتنجان مخلل. شوية طحين صغيرين. وعيش مفقع. انت داخلين على طول النهارده. انت قلت لي يا اخويا اسمك ايه؟ مودي. مودي. طالما الحلوة بقى اورق قوي بالشكل ده، هتيجي معايا على السلك وتقولي لي اسمك ايه؟ اسمي ايه ده؟ انا لسه هحكي لك تاريخ حياتي كله. بجد والله؟ بس بعد ما ناكل. ما تحكي لنا دلوقتي. يا اخويا بعد ما ناكل. تمام. هنا بقى مفيش عشاء. انا هاخدكوا بقى في مكان زي الفل نتعشى فيه ان شاء الله مع بعض. مكان ايه يا اخوي؟ مكان كده اجمل من هنا. انتوا اسمكوا ايه بقى؟ امتثال. انشراح. انتصار محمد. الله. ايه ده حاجه حلوه زي العسل. نبي انت العسل.
ايه رايكم بقى؟ مش نقوم نتحرك بقى من هنا عشان خاطر نروح المكان اللي نتعشى فيه؟ والقمر طلع امتى؟ بقول لك ايه يا بنتي؟ ايه؟ معكش سيجاره تانيه؟ معايا طبعا. طب ما تجيب سيجار. اسمع اسمع، هو انت يا اخويا بتوقف شعرك كده ازاي؟ بس بحط جل. جل ايه بقى؟ جل زحلقني. انا صدقت بقى. اوعى اوعى بس. الله يا شيخ، غور بقى بلا وكسه انت وهو فلنكات صحيح. بت انا غرست. تعالي شدي 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 جامد. طيب ولا يا لهوي دي سكرت يا بنت. يا لهوي عايزه بيره تاني. اسكتي بقى فضحتيني. عايزه بيره تاني. خلاص بقى. بقول لك ايه يا فلامانك؟ يا عسلي، هي العربيه دي بتاعتك ولا انت مأجرها؟ العربيه دي بتاعت الواد مودي اللي قاعد قدامك. انا بقول لك ايه يا بودي، هو انت شغال ايه؟ احنا عندنا محل قماش كبير قوي في اسكندريه. عندهم محل قماش في اسكندريه. وحياتك يا اختي، عايزين طوب قماش هما الاثنين يتلفوا فيه كفن ونخلص. عايزه اكل يالا. عايزه فين الكفته يالا؟ حاضر بالراحه. حاضر دقيقتين وجايين. كفته وكبده. طب بقول لك ايه يا اخويا انت وهو، روحوا واحنا مش هنركب في المخروبه دي تاني. مزنوقه قوي عامله زي الاوتوبيس النار. روحوا واحنا هنستناكوا. يلا يا فلامنج. يا حبيبه فلامنج، ما تسيب لي يا اخويا، سيب لي فلوس وانتوا روحوا هاتوا الاكل وهترجعوا تلاقونا مستنيينكم هنا، لحسن يعني يحصل حاجه واحنا واقفين يبقى برضو معانا قرش. اه ماشي. سيب لها دي زي الفل. يا اخويا انت هتتسمر انت وهو. ما يلا دق عجلك يا اخويا، سيب الفلوس. حاضر انا ماشي. يلا يا حبيبي. انا راجع المطعم قريب عشان ناكل مع بعض. ناكل مع بعضنا. ولا هات الطربة معاك نص كيلو. يلا اهو اجيب لك كيلو ونص. يلا يا يلا. يلا يا مودي. يلا يرجع. يلا يا فلنجات. يلا بقى اوعى تمشوا بقى. لا مستنيين. يلا يلا يا عسل. هي مالها ميته منكم ولا ايه؟ يلا انت محلل يا واد وانت جاي. حبيبتي جايه. الواد ده شبه امه قوي. انا عارفاها وليها رشانه شبهها. والنبي ده منظر. يلا ده انت اتدهولتي خالص. خربت كل ده وما كلناش. قعدنا مع الاجر دول وما كلناش. يلا يا بنت. فلوس يا بنت كتير. ايوه 250 جنيه. يلا قبل ما يرجع. يلا يلا. الله، هو احنا مش هنصحي البت دي؟ دي كانت جعانه قوي. انا عارفه طول الطريق عايزه اكل كفته. عايزه اكل كفته. ريتها ما شربت. دي سكرت وتنيانه. بس تصدقي طيبه قوي وجدعه. عشان كده العيال الصغيره بيحبوها. بت يا خوخ. انت يا بت يلا قومي اصحي عشان تاكلي. يلا يا بت الكفته مستنياكي. ولا دريانه. سيبيها بقى تفوق براحتها. بس على الله تلحق اكل. يلا لما تصحى تبقى تاكل. قومي انت بقى. ناوي يا اختي تعملي ايه؟ بس كنتي خلاص انت كارهه شغل البيوت. لا خلاص يا وزة، ما هو تشتغل خدمة البيوت دي تاني، ولا هشتغلها ولا عمري ابقى خدامة تاني. طب بقول لك ايه يا بت؟ ما تيجي يا اختي تشتغل معايا في الدلال، الشغلانة بتكسب. دلالة ايه؟ بقول لك عايزة اشتغل شغلة ليها قيمة، تقولي لي اشتغل دلالة؟ أنا خلاص لا أتمسح ولا أكنس ولا أنام على البلاط. أنا ليه ما بقاش زي الستات الهوان؟ هم أحلى مني ولا هم أحسن مني في حاجة؟ ليه ما أركبش عربيات وألبس فساتين واتسيق؟ هو انا اقل منهم في ايه يعني؟ وده هيحصل ازاي ان شاء الله؟ بس كان احنا نصيبنا كده. لا معانا شهادات ولا دياب. هنعيش العيشه دي بقى ازاي؟ تعرفي يا بنت وزة، انا بفكر ان احنا كل يوم نروح لنا بار شكل نستلقط لنا فيه عيلين من بتوع بابي ومامي دول، ناخد منهم الفلوس اللي في جيبهم نقلبهم يعني. لا يا اختي، مش كل مره تسلم الجار. الحمد لله المره دي عدت على خير. المرة الجاية يا اختي هيجيبونا من قفان. ما انا بقى شغلة البيوت دي مش هشتغلها تاني، خدامة بح خلصت. الله بيتي يا خوخة. اشممها اللحمة يمكن تفوق. انا عارفة. والله هتفوق منها. يا بنت بقى. ولا هي مستوعبة البصل بس. يا مفوخي ايه ده؟ شفتي فائت. يلا عشان تعالي. احنا يا اختي في الحاضرة، قومي بقى. انت في مذبح يا اختي، كل مفيش طحينه؟
دي النيلة. يا اختي في كاتشب. قومي 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 احميكي بالكاتشب. قومي يا موقوسة. فهمت هتعمل ايه المرة دي يعني؟ فهمت سعادتك. احنا مفروض نراقب الهدف من بعيد لبعيد. بس المرة دي غير كل مرة. عايزين حرص بمنتهى الدقة. مش عايزين نخطو اي خطوة اللي اذا كنا متأكدين منها 100%. لسه خبر القبض على العرام مسمع والناس كلها كشة. عشان كده انا بعيد فكرة سعادتك. يعني لو اتحركنا بالسرعة دي ده شيء مش منطقي ابدا. محدش هيصدق الكلام ده خالص. بالظبط. بس المهم تخلي بالك من نفسك واتبعني اول باول. تحت امر معاليك يا فندم. طب نمشي تاني؟ شكرا. بعد اذن سيادتك. انت يا بنتي يا خوخ ناوي تعمل ايه يا اختي؟ ولا حاجه. هفضل اشتغل لغايه ما يجي لي عريس اللي يسددني. يا سلام يا اختي. محسساني كده ان ايه العريس هيجي يطلب ايدك من ابوك الباشا. هو سي حسن بتاعك ده لا ياكل عشان يتجوزك ولا يسددك؟ مش كل حاجه الفلوس يا توح. وانا طول عمري نفسي في راجل متدين كده وشه سمح، مش زي العرسان اللي كانت بتجيلي البلد. كان غضب ربنا على وشها. وبعدين يعني احنا هنكبر مع بعض. محسساني يعني ان هو جه طلب ايدك. هيجي هتشوف. خلاص بقى ما تسيبك منها يا توح. انت ماسكه في خناقه على طول كده ليه؟ احكي لنا انت يا بت. قول الراجل نفسك فيه يا بت شكله عامل ازاي؟ بيشتغل ايه؟ غني ولا حليوه؟ عريس ايه اللي افكر فيه؟ انت طلعتي يا بنت شايله ومعباه. الوانا اللي كنت فاكره ان انا شايله الهم عشان كل يوم جوزي كان بيمسيني ويصبحني بعلقه بعد ما ياخد اللي عايزه مني. انا فكرت اقول لابويا على اللي حصل لي. اقول له اخوات مراته عملوا فيا ايه. بس خفت. خفت يقتلني ويقول لي جبتي لي العار. وهربت من البلد وجيت هنا شفت اللي شفته. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ياخدهم كلهم يا شيخ. الله جرى ايه يا بنات؟ واحنا جايين نكد على بعض؟ احنا جايين نشيل الهم ولا نحط هم جديد عليه؟ يلا روق يلا تعالوا نهيس. يلا يلا شيل الاكل خلاص. الاكل برد يبقى ناخده معانا. ما تيجوا نزيط ونهيس. يلا نغني. يلا نغني. يلا نغني. تغني ايه؟ نغني حميدة. حميدة اسمه ايه؟ حميدة الواد بتاع لولاكي. لولاكي ايوه هو المطرب الجديد. هو هو. يلا لولاكي لولا 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 حصلت يا ماما. كاسمة تباتي برا البيت. ايه مالكيش حد يشكمك يا ماما؟ انا قلت لك ان انا كنت في اسكندريه في شغل. الله شغل شغل ايه يا اختي؟ شغل ايه شغل؟ يعني الحق علي انا بساعدكم مصاريف البيت؟ هو ده جسدي؟ هو ده اللي يحصل لي من ان انا بشتغل؟ مش انا قلت لك يا ماما انا مسافره اسكندريه عندي شغل؟ الله ها قلت لي بس انا نسيت اقول لك. نسيت اقول لك. نسيتي ولا لما شفت الفلوس يا الماما انت الاخرى؟ الله ايه يا رجل انت مالك؟ قلت لك نسيت اقول لك في ايه؟ وبعدين بقى بصراحه انا ما رضيتش اقول لك ان هي قالت لي عشان كنت محروقه منها. كنت عايزه افش غلي فيها. صدقت بقى يابا؟ صدقتك؟ طب وشغل ايه ده يا اختي اللي بتروحي له اسكندريه وبتباتي هناك كمان؟ شغل في البلا يابا في المينا. اصل انا رحت انا وصاحباتي البنات ورحنا جبنا البلا وجينا. بلا؟ طب وهي فين البلد يا اختي؟ لا ما هو الحمد لله ربنا جبرني وبعت البضاعه كلها. ما هي الفلوس في ايدك اهي. الله كم؟ هات هات ورينا لما عدهم. اوعى انت مالك ايه؟ انت البيت محتاج مصاريف. انما مدام احلام ما جاتش النهارده يا جو؟ لا ما جاتش، بس هي اتصلت وقالت انها جايه. على فكره احلام سكتها سالكه وكل اللي يعرفها بينبسط. نصيحة مني لو عايزاكي معاها متكسفيهاش. عايزاني معاها فين يا اخوي؟ معرفش، بس كل اللي اعرفه انها عندها علاقات واتصالات بناس كبار قوي في البلد. طب خلص يلا وينجز خلص. حاضر.
عينيا. بص يا طلح، اللي شفتيه في حياتك ده كله كوم، واللي جاي بقى كوم تاني خالص. او النبي احلام، ده انا الكوم الاولاني اللي شفته ده صعب قوي. طب واللي يدلي يبقى حبيب. قوليلي انتي شفتي غلب وشقة واستحملتي قد ايه؟ كتير يا احلام كتير، اتبهدلت في الدنيا دي واخرتها زي ما انت شايفه كده، شقيانه في خدمه البيوت. طب والنتيجه؟ النتيجه غلب فوق غلب، رقات رقات. طب واللي يدلك بقى على حاجه تستحملي دقايق وتكسبي فلوس كتير وتعملي كل اللي انت عايزاه؟ مش فاهمه استحمل ايه يعني. تستحملي اكتر شويه. يعني تقصدي ايه؟ تركني قلبك على جنب وتشغلي مخك وتبصي لمستقبلك وتشوفي قرش. بقولك ايه يا احلام، هو انت يعني بتعملي كده لمؤاخذه يعني وانت متجوزه؟ لا يا اختي متطلقه، بس انا بعمل كده علشان اربي عيالي اللي انت شفتيهم بعد ابوهم ما رماهم. وانت بقى يعني بتصرفي عليهم من كده؟ امال انت يعني كنت عايزانا اسيبهم في الشوارع اللي كلابس تجي تنهش فيهم؟ انا بعمل كده علشان اربي ولادي واعلمهم واكبرهم، واي واحده فينا بتعمل ده علشان سبب. انت ذات نفسك لو دورتي هتعملي كده ليه هتلاقي مليون سبب. صحيح يا احلام، انا عايزه ابع على وش الدنيا، عايزه العب بفلوس لعب، عايزه ابقى زي بقيه الهوانم اتسيغ واتستت وما اشتغلش عند حد ولا يهين نفسي. عايزه اطلع عين الرجاله كلها واخد حقي منهم بعد ما هانوني. خلاص يبقى تسمعي كلامي وتركني قلبك على جنب وتشوفي مصلحتك. مصلحتك معايا؟ ماشي يا احلام همشي وراك. هي دي توحة؟ اه هي دي توحة يا ابله سرور. اقعدي يا توحة. ودي بقى أبلة سرور، ست الكل، تقدري تقولي صاحبة المصنع. مصنع البنات الحلوة. الحلاوة في السوق مش هنا، الحلاوة في السوق ملزقة. ما تتلم يا بنت انت وهي، ولا خلي فخدة يجيبكم من شعركم ويرموكم في الشارع. لو النبي يا أبلة بلاش فخدة، ده طور، ده الأسبوع اللي فات كان هيكسر لي كتفي. إصابة عمل يا حبيبتي. خفيفة يا أختي قوي. بقولك إيه أحلام، فهمتيها على كل حاجة؟ اه طبعا يا أبلة سرور فهمتها، بس سبت التفاصيل عليك انت. زي القمر يا توحة، ان شاء الله هتاكلي معانا بقلاوة بالقشطة. ربنا يخليك يا أبلة سرور. يلا يا بت اسحبي انت وهي، عايزة اتكلم مع توحة شوية. وانت يا أحلام اسحبي معاهم وحاسبك بعدين. عناية يا أبلة سرور. يلا. عجوة. نعم. خد فخدة واسحب يلا. عيني يلا فخدة. بصي يا توحة، شغلانتنا دي يا حبيبتي ان احنا نبسط الناس ونفرفشهم. اصل انا ست اجتماعية وصحابي كتير قوي 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 قوي، انا بحب الناس. وكل اسرارهم يا حبيبتي عندي. يا اختي اللي يجي يشتكي لي قال ايه مراته تعبان، والتاني مراته نكديه، واللي يروح بيته يلاقي ريحه مراته بصل وتوم وحاجه بدع عنك يا اختي. واللي بيحب النسوان اهو، ده بقى اللي انا بموت فيه. ليه يا ابي يا اختي بيبقى فرفوش كده ولارج؟ ايوه بقى احنا عاوزين اللارج ده. بس بقولك ايه، اوعي الحب، اوعي اي حد من صحابي هنا تحبيه يا حبيبتي. الحب ما بيجيش من وراه غير خراب البيوت والقرف والهم. يا دنيا ليه بتعمل كده ليه؟